الاختلاس وتبديد الأموال العمومية وتزوير المحاضر العرفية والرسمية مع الارتشاء واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة واللائحة الطويلة. تقدر توصل هذه التهم كاملة لعشرين عام ديال الحبس. قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء في الساعة الأولى من صباحنا الخميس إيداع الوزير المغربي السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية المعارض محمد مبديع السجن، وذلك على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية. وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام غير حكومية محمد الغلوسي للعربي الجديد أن القرار جاء بعد استنطاق 13 متهما ابتدائيا أمام القاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء الذي قرر إيداع بعضهم بمن فيهم البرلماني محمد مبديع في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء في انتظار استنطاقهم تفصيليا في إطار إجراءات التحقيق الإداري. وجاء قرار قاضي التحقيق بعد الالتماس الذي كان تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء الأربعاء بإيداع مبديع السجن إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم بشأن اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والهدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك. الله أكبر. وكانت الفرقة الوطنية الشرطة القضائية قد عملت على استقدام البرلماني الحركي صباح أمس الأربعاء من مقر إقامته بالرباط، لأنه ما باش يجي إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بناء على تعليمات من الوكيل العام الملك بذات المحكمة التي يعود لها الاختصاص المكاني والنوعي. وفي وقت سابق أمس قدم البرلماني عن حزب الحركة الشعبية استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي بعد أيام على انتخابه إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة. راه هذا هو المشكل دروك، راه هذا حاميه حرامي هذاك السيد اللي حنا حطوا الشعب وحطوا الملك وحطوا البرلمان وحطوا جميع الناس زعما باش هو اللي يعني كيف تنقولوا يحافظ على الامور ديال اللي خصها تحافظ عليها، هو اللي تيخرقها واول من يعني كيف تنقولوا حنا بالمغربيه داك اللي الفقيه اللي نتسناو بركته دخل الجامع ببلغته. بالمقابل اكدت قياده حركه حزب الحركه الشعبيه في بيان اصدرته امس ثقتها في استقلالية القضاء مشيدة بالقرار الشجاع والحكيم لمبدع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. راح تاوركوا عليه حتى أعطاه الشفوي مزيان، هذا قدم الاستقالة دياله. وكان القضاء المغربي قد أمر بفتح بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشركة القضائية بناء على شكوى تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام. هذه الجمعية هذه تتقدم شكاية نهار تتبغي بجهة الدار البيضاء في شهر يناير كانون ثاني عام كانون وعراد كانون. إلى ذلك وصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المحامي محمد الغلوسي قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبديع بأنه جريء. واخا سيدي ورا جريء، راه هو اللي تجرأ على المال العام. وقال في تصريح للعربي الجديد إن جرائم الفساد ونهب المال العام تقتضي اتخاذ قرارات شجاعة وحازمة لمواجهة آفة الفساد واستهتار المفسدين ورصوص المال العام بكل القواعد القانونية والأخلاقية، ولكون المجتمع قد ضجر من الازدواجية في تطبيق القانون. وكان مجلس النواب قد انتخب في 17 إبريل نيسان جاري مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلفا لمحمد فاضلي الذي ألغت المحكمة الدستورية انتخابه بمجلس النواب. والصراحة عشان نقول لكم شتي بحال هاد الأمور هذه هي اللي تشجع المواطن وتجعله على أنه يثق في بلاده ويثق في القضاء ويثق في كل المكونات ديال الدولة المغربية، فاش تشوف بأنه ربط المسؤولية وبالمحاسبة. نرجعوا دابا للتغطية ديال السي سوكادور اشنو تيقول في هذا الملف هذا، تصنتوا حتى الاخر ديال الفيديو، فيديو مدخم. هاد الشواهد الطبية لقوا ان شهادة طبية موقع عليها تصورو موقع عليها طبيبة اختصاصية في الولادية وامراض النساء وطالب بالمتابعة في هاد القضايا. شنو هي القضايا؟ الملف الكبير الاختلاس وتبديد الاموال العمومية وتزوير المحاضر العرفية والرسمية مع الارتشاء واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة واللائحة الطويلة. تقدر توصل هذه التهم كاملة لعشرين عام ديال الحبس. إذا احنا أمام ملف جنائي غلط والشعب برماته ما فرحانش لأن الشخص يعني مبديع بشخصه أو لشخصه، لا معنى ما تعرفوش حد احنا هذا هو كيمثل يمثل الشعب مضرور من واحد الفئة تنهب المال العام كتسرق المال العام تسرق جيوب المواطنين. الدولة خدامة، جلالة الملك خدام ولكن شفر أكثر، كيفاش غيدير هذا السيد؟ وبالتالي خاص الجهاز القضائي يوقف مع المؤسسات ديال الدولة ويوقف مع العدالة ومفهوم العدالة الاجتماعية ويكرس هذا المفهوم على المستوى الواقع ونشوفوا الوزراء في الحبس.
ونشوفوا الشفره كيف ما كان نوعهم لا برلماني ولا غيرهم مصيبه حلا. انا بدات الان المأسسة ديال اين هي التروى وقضيه المبدع، ما بقاش قضيه مبدع واحد، ولا عندنا مبدعين، بغينا نشوفوا المبدعين ديال وزان والمبدع اللي كاين في الصحراء وجوج المبدعين كاينه في الغرب، واحد في سيدي يحيى وواحد في سوق الاربع. كاين واحد مبدع في سوق الاربع اخطر ما ياكل، لا يفلح، ما عندوش حتى شهاده، وهو شد اكبر المجالس. والخطير في الامر ان احد الرؤساء المجالس البلديه القدام خرج على احد المنابر الاعلاميه وهو معزول وعنده وثائق يقول على انها وثائق ادله دامغه على اختلاس الاموال العموميه، وما تحركاتش المسطره، النيابه العامه ما تحركاتش. اقول لهذا رئيس المجلس البلدي على ما اعتقد الاسم ديالو عبد الحق البيداوي، حان الوقت لاستغلال هذه الظرفيه وهذه الحركيه وهاد التفتيشيات وهاد الصحوه اللي كاين في البلاد، وخصك عندك انت المسؤوليه انك خصك تمشي طرق باب القضاء قبل المنابر الاعلاميه، وماشي فقط باب القضاء، طرق ايضا الباب ديال الجمعيات الحقوقيه الشريفه، وما قررناش طرق الباب ديال الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام، مادام انه شد هذا الملف السخون، ومادام انه دخل الغمار، ومادام انه مساهم جريء ورقم صعب، اصبح الان رقم صعب. حطوا الملف وهذه المستندات الى الجمعيه ونحن من ورائكم. انه اذا مسك مقدم مرتشي ولا مقدم شفار، ما غاديش نقول الدوله شفاره ولا مرتشيه، او اذا مسك فاسد سياسي ارعن، ما غاديش نقول الدوله ما كاينش، مفهوم الدوله ما كاينش، لا، عندنا قناعه على ان الفاسدين كيأثروا علينا نفسانيا، ولكن خصنا نناضلوا بما اوتينا او بما هو متاح. القلم الاعلامي عنده القلم، الموسيقي عنده الكلمه، الشاعر، الزجال، الشعب عنده ايضا الكلمه ديالو في المظاهرات السلميه. المشكل هو انه ما تكونش عندك ثقافه الشكايه، عندك المستندات والاوراق وما كتشكيش، تمشي تشكي على واحد، لا، نقوم نطرق باب القضاء وقبل منه الجمعيات القانونيه يعني الحقوقيه اللي عندها المنفعه العامه. انه كاين اللي مشى عند جمعيات ما عندهاش منفعه عامه، ما عندهاش حق التقاضي، هذا هو المشكل. اذا حنا امام باب كبير وغليظ، وعندنا مجموعه من المبدعين والمبردعين، خاص الان الدوله توقف وقفه رجل واحد. انا وليت نشك في راسي، هذوك التسريبات ديال هذاك اللي كتنبا واعد بالله مش الرجيم، هذه السيده اللي كتنبا البلد اللبنانيه قالت ان المغرب غادي يوقف على مجموعه من الخروقات وغادي يقوم بمجموعه من الاسقاطات ديال الفاسدين وتعديلات خطيره. وليت كنقول واش هادشي، يعني وليت نشك في راسي. المهم هذه بادره حسنه، يجب ان يستيقظ الاسد اللي باغيين حنا بهذاك المفهوم ديال الامبراطوريه المغربيه، وكندافعوا على مفهوم الدوله الاجتماعيه، وكندافعوا على مفهوم سياده الدوله، ماشي سياده الافلات من العقاب. راه هذا هو المشكل، الافلات من العقاب. كنا تكلمنا على الطالب العالمي، وتكلمنا وهذه اللجنه ديال التشريع، هذه اللجنه ديال التشريع او لجنه العدل والتشريع وحقوق الانسان، راه فيها اللعنه، راه كاع اللي كيبغي يمشي لها كتعرفوا راه في كرشو الخوان. دابا راه بغى يمشي ليها واحد اخر من عند الحركيين، عاوتاني عبد النبي على ما اعتقد العيدودي، انا لا اشك في نزاهته ولا اقول على انه فاسد، او نحن لا نقول هذا، كنقول سيدي انه كاين في حقه واحد الحكم قضائي ابتدائي واستنافي على ما اعتقد، على ايضا شبهات فساد، ومحكوم سنتين سجن موقوف التنفيذ. وبالتالي هنا ثاني تطرح مجموعه الامور على انه تطرح هذه القضيه ديال حسن السيره او شبهات الفساد. اي واحد عنده شبهات الفساد والملف ديالو عند القضاء يحبس من المهام السياسيه، يحبس. ما تقوليش قرينه البراءه وروح الدستور والاحكام الدستوريه كما داروا في البلاغ ديال الحركه الشعبيه، لا، راه في الدول الديمقراطيه الا كانت شبهه الفساد عند فاعل سياسي تيوقفوه. سير اخويا تيكون عندك الامور هانيه، وسير تجيب لنا شي حكم قضائي ما فيهش هذه المسائل، وراه انك مرحبا ديك الساعه.